حليم اكو شوفو بعيني فيه الراقد يمرقه الراقد يمرقه وتاتي بحقه يا خلاص شركم ما ديروش معها العيب يا ربي راه فيها الراقد يرقد ودعوتها توصل يا ربي السلام على السلام عليكم الاخوان ديالي كراكو دايرين نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال معاكم عادل بن دحو كالعاده في قناه عادل بن دحو اليوم ان شاء الله بالمناسبه نتاع الالعاب الاولمبيه بالبحر الابيض المتوسط اللي غادي تكون ان شاء الله اليوم الافتتاح ديالها اللي غادي يكون في وهران الباهيه الاخوان ديالي الناس وهران ان شاء الله هذا ديديكاس في خاطر ديال الناس ديال وهران وفي خاطر لي زالجيريان كاع الناس اللي حبونا ونحبوهم فوالا بالمناسبة إن شاء الله وبهذه المناسبة يعني الزينة واللي راهم رحبوا بينا ورحبوا بجميع المغاربة وجميع الأفارقة كل شيء إن شاء الله كما قلت لكم هذه المناسبة غادي نترجو إن شاء الله ونشوفوا واحد كيقولوا واحد الديسك ديال بلال أنا اختاريت الديسك ديال بلال وهرن عجبني وفي نفس الوقت غادي نشوفوا وهرن فيوسيال كما نقولوا بالدرون فوالا ما تنساوش الاخوان ديالي تابوني وتجمجموا فوالا ديروا كما نقولوا الجرس تفعلوا الجرس ايوا نشوفوا ان شاء الله من بعد هذا الانترو الاخوان ديالي وما نبطاش عليكم عادل بن دحو هذا اليكم من جديد اخوان جاولين نمشيو مباشره نشوفوا الباهيه من السماء من الفوق من العلاوة فوالا نشوفوها كي دايره باهيه الحاجه اللي باهيه تشوف غير من العلاوة طلع العلاوة وشوفها المنظر يكون زين الفيو سيال ان شاء الله غادي نشوفها وفي نفس الوقت الديسك ديال بلال وهرن فوالا وهرن مع الديسك وهرن دارت بوم يديك قلت النهار غادي يمشي نشط واعر يا الله ما تنساوش اخوان ديالي الكاسك كالعاده يا الله اخوان ارين اتاكيو روح شوف لي وهرن اوه يا ولدي كي دايره ولا با وهرن الدخله ديال وهرن ما نقولكمش كي دايره شو لا كورنيش الاخوان ديالي شوفوا لا كورنيش ابن عمي شوف الطرقوان شوف البنيه التحتيه شوف لي باتيمون شوف لا بلاج شوف هذاك الشيء نقي وزين لا بلاج مورسو ديال الطبيعه كي يقول الطريق الطريق السيار لي باتيمون منظر روعه الاخوان ديالي صراحه طوب وهرب العالم وهرب دارس لي كنت تفكرها نواغي وحدي نهضر راي كنت تفكرها غير وحدي نهضر اخي وانت ديالي غير كنت تفكرها انا راني نهضر بلا ما نتفكرها انا غير شتها بديت نهضر انا غير شت البتيتع غادي يديروا هذا النهار نتاع الالعاب البحر الابيض المتوسط ايوا وشفت البنيه التحتيه ديالهم والكومبلكس وشت يعني صراحه يعني جهزوا الامور المسائل كما ينبغي فوالا الاخوان ديالي وهذاك الشيء علاش بغيت نتقاسم عليكم نتقاسم معكم هذه الفرحه اللي غادي تفرحوا بها ان شاء الله اليوم وتقاسموها من جهه كمغاربه فوالا الاخوان ديالي اري بلاد قليلا سيد الهواري حشها بزاف وضيق الخطر وهرب العالي وهرب نفسي وكنت تفكر هالنواغي وحدي نهضر راي وحشها بزاف وهرن فيه الراقد يمرقه وهرن يا دعوتها تنحقه وهرن انا بلادي وهرن وهرن وكبر فيها وهرن وهرن وانت انا ميرا وهرن وهرن حاجه خطيره وهرن حاجه خطيره وهرن يا ويلي يا ويلي على وهرن يا اخوان ديالي السيد كابر في وهرن وهرن من خرج الراي الم فيدي وهرن بلاد الراي ام الراي المنبع للراي الراي في ما راه خرج من وهرن الاخوان ديالي الزاهيه وباهيه وعاليه بوا فينال اللي طلق We'll be right back.
الحمري شي له به سيد الهواري سيد الهواري فيتي شوفوا ما بعنا قمنا والقعده نزر الحمري شيء له به سيد الهواري شيء له سيد الهواري انا الوالد ديالي سميتو دحو سيدي دحو بمعسكر شيء له سيدي دحو بمعسكر والوالد ديالي والاب ديالي مسميه جدو على سيدي دحو فوالا والي ضريح صريح فوالا بمعسكر هذاك الشيء علاش فكرني انا بسيد الهواري فوالا كل مدينه وعندها الضريح ديالها والاسم ديالها الي بابيلا طلق 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 فيه الرقد يمرقه وهم يا دعوتات الحق دعوتات الحق بلادي وارانا وهم وكبر فيها وهرنا الي ويلي دعوتات الحق ويلي على وهرن دعوتات الحق ودير معها العيب الا ربي غير تلحقك الدعوه كل مليح كون فوالا ما ديرش العيب مع الناس وهرنا الدعوه ديالهم واعره الاخوان ديالي فوالا هو المهم فوالا ماشي غير واحد دعي لا الناس ما غاديش يدعوا فيك يدعوا فيك غير بالخير ناس وهرن يدعوا غير بالخير تهلا انا عندي الصديق ديالي ساكن عند المطار قدام المطار هو ريبو مدين ولا ما عرفش هذاك المطار كي سميتلو فوالا فوهرن والصديق ديالي دائما يقول لي روح ما عنديش الوقت الاخوان ديالي راكو عارفين فرنسا ما يخلوك تمشي فين لا هاك الخدمه الدار وين لاقينا الوقت فين نديروا الفيديو والله الا مصيبه وهرن انا ميرا وهرن حاجه خطيره وهرن اللي باغي يزها يمشي لاكورنيش سمعت له ولا خدت لاكورنيش فوالا رانا في لاكورنيش اخويا راني اللي باغي يزها قال لك يمشي لاكورنيش فوالا يمشي لاكورنيش مع عمي ها انتوما شوفوا لاكورنيش كي دايره ها انتوما طلعوا لي شوفوا تمعنوني في لاكورنيش كي دايره با 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 فوالا الضوء هذا كيما يقولوا في كوشي سولاي واعر طوب الله بربي لا كوشي سولاي ما نهضروش عليها هذا 100% السواري غادي تطلع واعره بنادم اللي يبغي يخرج البزار والزاويه يحوس ها لا كورنيش اخوان ديالو تمتع لي وتنشط لي مع روحك فوالا تلقى الفراجه بابيلا كلهم كلهم كطاركم والعيون اصفر والعصر راي في ميزون دالوس تفاجا خاطر يا اللي يزهر واللي باغي يزهر تعجبك في الليل تعجبك البلاد في الليل وهرن بالليل في قنبيطه والصديقيه بين هاد الصديقيه انا ما نعرفهاش فين جات هاد الصديقيه انا جاب لي ربي لا يكون غير كارتي حي هاد الصديقيه وقنبيطه اوسي كذلك الاخوان ديالي انا الناس اللي قنبيطه كنسمعوها على فرنسا بزاف انا مثلا في موبولي ماشي كبرت في موبولي انا عندي والدين وخواتاتي تيقول شي لا فامي تما في موبولي وقنبيطه كاين واحد الكارتي قنبيطه وفيه لي زالجيريا عجاد ما نهضروش ميم فرنسا كاين قنبيطه في موبولي راه ما نكذبش راه الناس التعاليق اللي عارف موبولي فيها بلون كابان كاين بلون كابان قنبيطة وفي غيغول دي كارتي هكا لاصقين قنبيطة وفين كاين لي زالجيريان والمغاربة راك في حي شعبي ما نهضروش عليها بربي الا راك في حي شعبي وهذا قال لكم حي الصديقية ولا حي الصديقية ولا في قنبيطة اللي بغى يزها ونشط ليه وتمتع ليه ويرد ويرجع ليامات الزينة الاخوان ديالي واحد اخرى انا كبرت الحيانة لطو خميستي تعجبك في الليل وهلا 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 في الليل اقول شوفوا بعيني
راكد يمرك يا اخ لا دارش راكم ما ديروش معاها العيب يا ربي راه فيها الراقد يرقد ودعوتها توصل يا ربي السلام على من الناس المنحوسين للناس اللي ما عندهم مورال ما عندهم عقل ما عندهم ناس المعيانين اه واللي دعوتها راهي واعره ابن عمي لا 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 يا مصيبه يا اخوان ديالي مصيبه دير ما طوسي شو كي داير كي دايره زاهيه باهيه ها انت شوف 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 شو نرد لها كاع اللور انا راه نشوف ابن عمي شوف با كي دايره باهيه زاهيه عاليه من الفوق انا جبتها لكم عاليه با في نار انا نعليها انا وكبر فيها وهرنا حاجة خطيرة وهرنا ابن عمي سدات فاطمة سدات خيرة سدات كل شيء انا تريتو في لو فيرال بالحباب يا صحاب انا راني فوالا الاخوان ديالي هادي ديديكاس هادي في خاطر الناس اللي بغيونا ونحبوهم ونبغيوهم هادي من فوالا في خاطر الشيح والريح وحتى الوهران وطيح بنادم ابن عمي فوالا ها انتم تشوفوا الاخوان ديالي وهران كي دايره زاهيه بالليل واعره اللي بغى يمشي يحوس اللي بغى يتنشط لي اللي بغى يشوف لها الناس ديالها الزينين اما خطيو لنا بالناس العيانين الناس المسخين الناس اللي غير فوالا انا ربكم الاعلى انا احسن بكم انا خير بكم انتم ما تسواش وما تصلحوش خطيوكم بهاد الناس هادو اروحوا عند الناس الزينين فوالا السلام عليكم صاحبي لاباس والابتسامه في الوجه والضحك والنشطوا فوالا ما على بالهمش كاع بلا في لو موند ماشي لا في لو موند فوالا الاخوان ديالي المناسبه كما قلت لكم المناسبه نتاع الالعاب الاولمبيه ديال المتوسطه يعني البحر الابيض المتوسط كما راكم تشوفوا راهي زاهية راه يتسنى العدائين وتسنى كيما نقولوا لي زاتليت كاملين راه قالك بريسك 3000 اتليت اللي راهم داخل دخلوا لك يقولوا الله الجي الجيري وهران بالضبط وهران ومعسكر كيما نقولوا لا سيتي عندهم واحد لا سيتي كيما نقولوا ديال الاولمبيك وداروا عاود واحد بارك اولمبيك واعر الستاد ديالهم واعر شتو انا ما بغيناش ندخلوا في التفاصيل حنا نتكلموا غير على وهران بون فينا هذا النهار غير وهران كي راهي دايره بالليل وبالنهار مع باك الشاب بلال الله يحفظه الله ينجيه الله ينصره ديسك معتبر ولد وهران وغنى على وهران ويستاهل الاخوان ديالي ما نطولش عليكم تهلاو لي برواحكم ونشوفوا ان شاء الله في ديسك اخر لون جديد ستيل جديد جنسيه جديده قنت جديد قارة جديدة مناسبة جديدة اللي كاين حنا يعني الرياكشن ياش ديجا شفناه ولا ما شفناش حنا نديرو الرياكشن باش ما كان اخوان ديالو نوصلو لكم راه الانسان تهلاو لي في رواحكم تبقاو لي على خير الاخوان ديالي تحياتي